أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، يعني ونحن في أيام الرحمة، باش كتنصح المشاهدين؟ هذا من الكلام المتداول. لما كيقولوا الحديث ماشي صحيح بمعنى انه ضعيف، ولكن الاشكال لما يقول لك بانه لا اصل له، بمعنى ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى ديالو صحيح. المعنى ديالو صحيح، اوله رحمه اوسطه مغفره واخره عتق من النار. فاذا كان الحديث ضعيف من السند، من حيث السند، فالمعنى ديالو صحيح. صحيح بمعنى انه مع البدايه ديال رمضان حنا كنصوموا كنتنسموا ديك الرحمات، كنتنسموا الرحمات ديال ذاك الصيام وذاك الاقبال على الله والصدقات، كنتغيروا، كيوقع لنا واحد التغيير في النمط ديال الحياه ديالنا، وتيصاحبوا واحد التغيير في يعني في ديك الروحانيه، كنحسوا بواحد تجليات ديال هذا الشهر، وكنحسوا بديك الرحمه وبديك السكينه وبديك الطمانينه. وحنا النهار الاول كيدوز، الثاني، الثالث، الرابع، كنصليو صلاتنا وكنذكروا الله وكنقراوا القران وكنصليو التراوح وكنفطروا وكنتسحروا ونعاود نصليو صلاه التهجد ونصليو. الانسان كيبدا كيتعود على هذه الامور هذه وكيزيد. ملي كتجي يعني هاد العشره يعني ما كتجي فين، حتى كيكون الانسان مقبلا على الله بواحد الشكل عجيب جدا. والانسان ملي كيقبل على الله تبارك وتعالى كيهز يديه وكيطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منه الصيام والقيام ويغفر له الذنوب ديالو. فاذا ربي كيغفر، يعني كيدخل لواحد المجال اخر، يعني وهو صايم قائم، صائم قائم، قائم بمعنى قائم، بمعنى قائم صلاة التراويح، ذاكر لله، تالي لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأحوال اللي كيبغي فيها الحق سبحانه وتعالى المؤمن يكون فيها، يكون فيها مع انشغاله بأمور حياته، يبيع ويشري، يمشي العمل ديالو ويمشي، وهو صايم غادي في الطريق وهو كيذكر الله في الخدمة ديالو، خدام ولسانه هكذا. فإذا كيحس ذاك المؤمن بهاد النفحات الإيمانية في الوجدان ديالو، وتتجلى عليه رحمه الله تبارك وتعالى. لا هو الاستعداد، كأنه قلت لك الاستعداد كيكون في شعبان، في رجب، بل اكثر من ذلك. كاينين الناس المؤمنين ملي كيخرج رمضان كيحسوا بانهم فقدوا واحد المرافق، وكيتوحشوه من ديك من شوال وذو القعده وذو الحجه والمحرم وصفر وربيع الاول وربيع الثاني وجمد الاولى وجمد الثانيه. ملي كيدخل رجب كتسمع شنو هو الدعاء؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذاك الاستعداد كاين، وكيدخل المؤمن. انا دابا كنحاولوا غير نوصفوا واحد الحاله هي نفسيه روحيه، ليست ملموسه، ولكن يظهر اثرها على ذاك المؤمن وهو كيتقدم في ذوك الايام ديال الصيام. النهار الاول كيصوم الانسان كيستشعر ذاك المشقه اللي كاينه في الصيام، كتوصل 12 خصو ياكل وكيصبر، تيجي العطش كيصبر، وهذا الشيء هذا كله لاش لله. فهو يتقرب الى الله بما يحبه الله والعباده، وسيدي ربي سبحانه وتعالى يتجلى عليه بفضله سكينة ورحمة وطمأنينة. وما حدو كيتقدم، وهذاك الجانب كيتقوى ديال السكينة وديال الطمأنينة، وديك كتبان عليه حتى في وجهه حتى في كلامه، لأنه صام على المباحات، على الأكل والشرب والمعاشرة الزوجية، وصام أيضا على الموبقات، فمه تيذكر الله، لسانه يعني عينيه كتشوف غير الخير، ما كتبداش تمشي للامور اللي ما خصهاش تشاف، اللي خصو يبعد عليها، ايديه، رجليه، كل شيء، الجوارح ديالو كلها كتحقق له ذاك الاستقامه، كيستقم. اذا كتكمل ذاك العشره حتى كيصافي، كيتعود، كيولي صافي، تيولي الصيام عنده عادي، ينوض قبل الفجر، يتسحر، يمشي للجامع، يصلي الطرا، يصلي صلاه التهجد، يصلي الفجر، يصلي الصبح، يقعد بحال حنا عندنا في بلادنا كنقعدوا كنقراوا الحزب القران الكريم جماعتان، وكنطلقوا من تما، يا اما لديورنا نسترحوا الناس واحد شويه، ويا اما كنطلقوا الاعمال ديالنا.
وفي هاد العشر نطلب الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويزيد يقوينا باش نصوموا هذيك العشر الوسطى والعشر المواليه، ويعطينا واحد القوه بحيث نتذوقوا الحلاوه ديال الصيام والحلاوه ديال الطاعه. نطلب الله سبحانه وتعالى يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، ويوفقنا الى المزيد من الاقبال على الله تبارك وتعالى.